مصاري اصحاب برنامج تفانين. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم تفانين اللي بيعلم اصحابه كل الفنون. تفتكروا النهارده هنفند ايه؟ يلا بينا نشوف هنفند ايه. يلا بينا. النهارده في ورشتنا مع الاجازه الصيفيه وبدايتها هنقول ان احنا عندنا وقت فراغ المفروض نشغله. بنروح النادي وبنروح برضو المصايف، لكن برضو بيرجع عندنا وقت بيبقى فيه فراغ عايزين نستغله باشغال فنيه جميله وبصنع ايدينا، وان شاء الله تعجبكم تفانين. طبعا باشغال الورق، كل انواع الورق، ممكن ورق الجرايد، ورق المجلات، ورق التشاكيل. طبعا السنه الدراسيه خلصت بدل ما نرميها، والكتب اللي احنا مش لازمينها برضو ممكن نستغلها. هنقطعها كلها في مقاسات متساويه وهنشتغل بيها طبعا بمساعده ماما ان شاء الله، ونستخدم معانا الغراء الابيض، مسدس الشمع، وبعض الالوان، الوان جواش، الوان بوستر، اي الوان متاحه عندنا او صبغات مفيش اي مانع. بعد ما نخلص العمل بتاعنا بندهنه ورنيش عشان خاطر نحتفظ بيه اكبر وقت ممكن. ودلوقتي هوريكم ازاي ممكن نستغل الورق اللي عندنا في حاجات فنيه جميله، ومنها عندي هنا العمل دوت عملته بالورق الكراسات العادي خالص. هنا قربوا، هنا عندنا دوت كان بالورق طبعا بعد ما لفيناه، وهوريكم الطريقه كلها. هي طبعا هي شكلها قبل ما تتلون ورق، انا سايباها عشان تشوفوها. بعد كده لونتها اي الوان بقى انت براحتك او براحتك، ان احنا بنحط الالوان اللي تناسبنا واللي نحبها. طبعا ده شغل شبه بالظبط شغل النوبي واسوان، والناس ديت بتعمل اشغال فنيه رائعه. احنا بنستغل الموقف وبنستغل الورق اللي هو عندنا دوت، نطلع منه اللي نفسنا فيه. ممكن نعمل كده، ممكن نعمل قعده الشاي، يعني كوبايه الشاي بنحطها على الترابيزه ونحط عليها كوبايه. ممكن نعمل لماما القعده بتاعه الحاجات السخنه برضو، ونستغل اي حاجه عندنا بالطريقه دي. هنبدا دلوقتي نجيب الورق، وهقص منها مقاسات متساويه علشان خاطر هبدا اشتغل واوري اصحابي ازاي نعمل شغل. طبعا معظمه لازم يكون الورق كله مقاس واحد. عندي برضو نتائج جبناها وخلصت السنه، وما النتيجه دي ما استخدمناهاش. بناخد الورق بتاعها دوت رائع لانه كله مقاس واحد كويس. عندي سفنجه او قطعه قماش كده بابل لها ميه جزء منها حتى كده، لسبب ان انا هاجي الف الورق محتاجه ان انا اطري الطرف بتاعه، بقص صباعي كده وقبل طرف الورقه. طبعا بنخلي يا اصدقائي الكتابه من ناحيه ايه جوه تبقى متداريه. فاجي انا اقوم لفه الورقه كده، كلها مستوى واحد اللي هي وصلنا للشكل ده. باجي انا بالفرشه كده واخد غيره ابيض واقوم لفاها، فبيتجمع معايا كده. بحاول اسيبها لما تلزق خالص، بقى عندي شكل الورقه بعد ما اتلفت بالطريقه دي. ماشي، هنبدا بقى نلف ونوري اصدقائنا ازاي ممكن نعمل ايه الورق. الموضوع ده بياخد معانا وقت، فطبعا معلش يكون عندنا صبر شوية. وبعد كده احنا طبعا جهزنا مع الولاد شوية ورق ملفوفين اهوت، علشان خاطر ده بياخد معانا شوية وقت، اصحابنا ما ييأسوش. ومعانا ايه مجموعة اهي جاهزة عشان برضو اختصارا للوقت. في نفس الوقت هوريكم بقى ازاي بنبدأ نشتغل بالورق دوت. انا باجي عايزة اعمل دواير، بقوم لفاها كده. ممكن استخدمها دواير وممكن استخدمها مربعات. هنلف ديت تبقى يعني كده ضيقه قوي. طبعا اول واحده بتبقى معلش ناشفه معايا شويه لان الورق ايه بيبقى جامد، فانا هعمل كده واجي على طرف الورقه وبدهن شمع بالمسدس كده
ألفة فبتلزق. طيب أنا لو عايزها صغيرة كده هكتفي خلاص، لكن لو أنا عايزة أكبرها يبقى أجي من طرف دي كده خلاص، وأحط بمسدس الشمع نقطة وأتك عليها كده وألف برضو لحد لما أوصل للدايرة اللي أنا محتاجاها. بنقعد نلحم الورق كده في بعضه بيديني لحد المستوى اللي أنا إيه عايزاه أو الدايرة كده. مفيش مانع إن احنا يكون الورق أكبر عادي خالص أو أكبر من دي كمان، مفيش مانع، كل واحد حسب رغبته في الشغل اللي هو هيشتغل. بس أنا كل ما بتبقى الورقة صغيرة بتبقى أجمل، وعلى فكرة كل ما الدايرة بتوسع معايا مش بس بحط شمع في إيه في أولها، لأ ببقى برضو بحط برضو على فترات كل ما لف كده عشان تفضل متماسكة معايا وما تفكش، لازم شمع على فترات، كل لما القطر بيكبر معايا كل لما بحط شمع على فترات أكتر علشان ما تفكش. لو أنا دوست كده هتقوم طالعة، لأ أنا مش عايزها تطلع معايا، عايزاها تفضل متماسكة وتبقى جامدة. مثلا أنا وصلت للمرحلة دي وخلاص مش عايزاها تكبر أكتر من كده، باجي أعمل إيه؟ خلاص بركنها كده عشان أكمل بقية المجموعة اللي أنا عايزاها. طب أنا عايزة أعمل القطر اللي جوه ده واسع كده، بعمله إزاي؟ أو في فراغ يعني، باجي مثلا ألف هنا على دي أو أجيب لون من الألوان هنا، أي حاجة مدورة عندي، بلف حوالين القطر دوت اللون ده. أنا هاجي بقى كده على الحرف ده كده وأقوم حاطة كويس أهو معايا. طيب بعد كده باخد دي من هنا، باخد دي كده وألف برضو معايا الورقة. كده عملنا الدايرة اللي هي مجوفة واسعة. ممكن لو أنا عايزة قطر صغير يبقى أستخدم مثلا الشمعة دي أو قلم، كل ما أنت عايزة حسب رغبتك. يعني ده هنا القطر صغير، هنا القطر أكبر، فاحنا حسب رغبتك. وهنا اللي هي مقفولة خالص تمام. بس خلاص كده احنا هنبدأ بقى نستغل الورق اللي احنا عملناه ونشوف هنعمل بيه اشكال فنية ايه. هنبدأ بقى نعمل الاشكال الفنية اللي احنا عايزين نعملها ونوظفها في عمل ايه فني. طيب انا عندي دلوقتي مراية كويس، قطعة خشبة جهزناها وهنحط عليها المراية دي نلزقها، وبعد كده هلون ونوظف الدوائر اللي احنا اشتغلناها. انا عندي هنا المراية لزقت، طب الجزء الفراغ ده المفروض ان انا الونه بلون يليق مع الالوان دي. انا هدهنه باللون الاسود. بالنسبة للعمل الفني اللي رغدي بتعمله، استغلت الورق هي بطوله، يعني ما لفتوش ولا اي حاجة، لا هي شغالة بيه زي ما برمته في الاول، وبعد كده ايه هتبدأ تلونه وتوريكوا بقى إبداعها في العمل اللي هي إيه بتعمل. معايا كريم، هنملى الفراغات بقى بالورق اللي احنا لفيناه ولوناه دوت بذوقك بقى الجميل كده، حاول ومعندك جميع المقاسات. رغد الله يا رغد، برافو عليك، وصلت المرحلة جميلة. احنا هنا هنلونها، بعد كده هسيب بقى التنسيق لك انت بقى وذوقك. يعني باجي ألزق بقى هنا الجزء دوت، بحط الشمع مش على الخشب، لا أنا بحطه هنا في الجزئية بتاعت الورق عشان يبقى أمتن، وفي نفس الوقت ما يسيبليش أي حاجة من الشمع كده تبقى خارجة برة الدايرة اللي أنا بلزقها.
عملنا كريم عمل اللون الاصفر داخل الاورنج كده، فعمل كونتراست للون مع الموف هنا برضو في النص اصفر. استغل الدوائر اللي احنا عاملينها فراغات بالالوان بتاعه الورق. انا عندي هنا بواقي الاكسسوار والخرز مستغنيه عن ماشي يا اصحابي، فانا هستغل عندي بعض الفراغات هنا لسه فاضيه والورق ما كفاش. كريم هنا هينسق لي ويختار بعض اللولي او الاكسسوار ده يداري بيه الفراغات اللي موجوده. انا كريم، النهارده من خلال برنامج تفانين قدرت ان انا اجمل مرايا عشان اعلقها في اوضتي، وهي مصنوعه من ورق الكراسات، ومعلقها في اوضتي بشكلها احسن وما نرميش ورق الكراسات. انا رغد، من خلال برنامج تفانين اتعلمت ازاي اعمل الحاجات دي. دي كانت علبه جايه لي انا حطيتها عندي، بعدين قعدت افكر ازاي اعملها بمساعده مس امال، اتعلمت ازاي اعملها. انا جبت الورق بتاع الكراسات، قلت بدل ما ارميه استفاد بيه، زي ما انتم شايفين لفيته كده طولي وعملت شكل دوائر بيه وحطيته هنا، وعملت كانها احطها في اوضتي مقلمه او حاجه احط فيها حاجتي، ولونته زي ما انتم شايفين، ويا رب تعجبكم. حبايبي، هنا انتهينا من العمل الفني بتاع النهاردة. كريم طبعا ما شاء الله عليه عمل جميل قوي. بنقول ان احنا استخدمنا ورق الكراسات اللي خلاص هتترمي بلاش، او الكتب او المجلات. طبعا ورق الكراسات بنلونه كده تلون، لكن ورق المجلات ممكن نستغله هو ملون طبيعي، فالوانه كمان هتبقى مبهجة وحلوة قوي. وان شاء الله العمل يكون بتاع النهارده اعجبكم، وان شاء الله تعملوا حاجات احلى من كده. طبعا هنا استخدمنا الدوائر، ان شاء الله بقى نستخدم مربعات، مثلثات، اشكال عشوائيه، وان شاء الله العمل يكون جميل ونال اعجابكم، واتمنى ان اشوف من اصحابي اعمال فنيه رائعه. قال ايه كانوا بيسموا